انه جميع العمال اللي حاضرين اللي حضروا اليوم كيبشر بخير، لانهم قاعده مجتمعه، قاعده موحد العمال جميعا. تقريبا قلت اكثر من 85% او 90% ديال الحضور اللي جاء اليوم الاتحاد المغربي للشغل، وهذا الشيء اللي فرحنا اكثر، لان القاعده راها مجموعه قاعده ما مفرقه ما والو، وهذا الشيء اللي فرحنا اكثر. استثنائي اللي طالبوه العمال، بغاو يستفسروا على هذا الشيء اللي كيوقع لا من طرف الشركه ولا من طرف المكاتب اخرى، ولكن فهمناهم انهم حنا راه وحده متوحدين، ما عندنا حتى شي مشكل. الا بالاضافه طعمنا واحد الشخص اللي كان معنا قديم، ومن بعد اليوم راه رجع للمكتب اللي كان معاه اللي هو زيال بوتسع. انا صراحه انا كيعجبني نقول الحقيقه. الحقيقه انه الشركه خدامه وكدير كل المجهودات ديالها باش تنقي الاقليم، ولكن هذاك مسكين ما هذا الشخص اللي قال هذه الهضره ما عارفش، لان الشركه عندها واحد السياسه ديالها ديال العمل، عندها الحاويات اللي كيكونوا داخل المدينه كتهزهم الشاحنات الخاصه، وعندهم الاماكن اللي كيمشيو الشاحنات الصغيره اللي ما عندهمش حاويات كتسمى بورتا بورت، يعني اي حاجه كانت حدا الديور كتهز بالشاحنات الصغار، اما الحاويات كيكونوا في الاماكن في المدينه داخل المدينه او في الشوارع الكبرى. يعني هذا ما عرفش السيرفيس اللي كديروا في الشركه. اذا كلمه اولى غتكون كلمه الاخ الكاتب الاقليمي سي سليماني، ثم غتكون كلمه ديال الاخ عز الدين عضو المكتب الاقليمي ديال عمال كازا تكنيك، عمال نظافه كازا تكنيك المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. ايضا هناك كلمه الاخ المساوي، ثم غيكون نقاش مفتوح وغادي تكون اختتام الجلسه. والاخوان غير شويه ديال الجوال باش نسمعوا بقيتنا باش ما تحولش، لان حنا تبارك الله هنايا واحد الكم هائل. هذه الوحده ديالكم هي هذه الوحده ديالكم، حنا في الاتحاد المغربي للشغل كنركزوا عليها وكنقول لكم موحدين متحدين، لان كل شيء شنو بغاو لكم؟ بغاو لكم التفرقه، ولا تفرقتوا راه كتساوي واحد الحاجه كتساوي الضعف، واللي ضعيف راه ما يمكنش يجيب الحقوق ولا يلبي المطالب ولا حتى شي حاجه. فاللي كنركزوا عليه بزاف وبزاف وبزاف هو الوحده ثم الوحده ثم الوحده ثم الوحده. اذا بكلمه الاخ سليماني الكاتب الاقليمي فليتفضل. مشكور. اللي جينا الاتحاد المغربي للشغل اشنو استفدنا وشنو جبنا مع هذه الشركه ديال كازا تكنيك او من قبل كازا تكنيك؟ لان انتم عارفين انه ولله الحمد في نهايه الصفقه ديال شركه افيردا وقفنا وقفه رجل واحد، وجبنا لكم جميع الحقوق ديالكم اللي كانت عند شركه افيردا، اللي من ضمنها العطل الصيفيه، واللي منها المنح اللي كانت متبقيه عند الشركه ديال افيردا. الحمد لله خديتوها كاملين، ما بقى حتى شي واحد ما خداش حقه. وبدينا مع الشركه ديال كازا تكنيك الاخوان كيفاش كانت الاحوال من قبل، كانت النفايات في اقليم الناظور، ولله الحمد بوجوهكم وبالمعاونة ديالكم وبالعمل ديالكم الجاد نقينا الإقليم ديالنا، واشتغلنا بالتثاني والمجهودات الجبارة، وكان الحمد لله الشركة ديال كازا تكنيك حتى هي كانت مدت لنا يد بالعون باش نقضيو على هذه النفايات ونشتغلوا بكل مكتسبات اللي كان عندنا سابقا. وانتم عارفين شنو كيوقع في الشركه. مشينا بالسياسه ديالنا ومشينا بالسلم الاجتماعي ديالنا وحققنا الاهداف اللي هي في الحقيقه ما كتبانش، لكن كتبان في الاقليم، لان الساكنه كلها في الاقليم الناظور الا كتشكر لي العامله، ما كتشكرش شي حاجه اخرى، كتشكر لي العامله اللي اشتغلت اللي كتلقي. وانتم شاهدتم مؤخرا شنو قالوا في الاحياء اللي مشاو اللي داروا، شنو كيقولوا على يد العامله،
كيشكروا هاد العاملين بالعمل ديالهم وبالتفاني ديالهم. والحمد لله كما قلتكم مشينا بالسياسه ديالنا وكان عندنا عده لقاءات مع الشركه ديال كازا تكنيك اللي جات لاقليم الناظور، وكانت نقاشات لان كان واحد الخطا كان ترتكب من مجموعه الجماعات اللي ما داروش ذوك المنح، فكاين الصارج ديالهم بالعقده، وبقينا كنتسلسوا معاهم حتى ولله الحمد حطينا هذا المشكل ديال المنح. وكما هو معلوم الناس اللي كانوا ما مرسمينش ترسموا، واللي كانوا ما كياخذوش المنح ديالهم من المرسمين خداو المنح ديالهم. وكذلك كما كان الملف المطلبي اللي كان عندنا سابقا كان فيه عده مشاريع اللي كنا غادي نفرحوا بها جميعا، ولكن مازال ما نقولوش انه انتهى الامر، مازال احنا متبعين معاهم هذا الملف المطلبي اللي الشركه كتقول انه غيطير ملي غادي نديرو السلم الاجتماعي، لان اتفاقيه الجماعيه باش تعرفوا الاخوان واحد المكسب كبير لدى العمال، لانك توقع عده سنوات ديال السلم الاجتماعي ما يغيروا حتى شي حاجه، وغادي يكون ان شاء الله فيه خير كثير اللي كيهمنا هما العمال لا غير. والحمد لله كما قلنا السياسه ديالنا انتم عارفين انه مؤخرا رجع لعامي ما عندوش رجل مسكين ورجع العمل ديالو، مع انه عنده التامين، عنده التامينات ديالو وحدين، ولكن باش جبنا هذا الشيء جبناه بالسياسه ماشي بالعنف، لان لو كان جبنا معه العنف كانوا غيسلطونا التامين ويردونا للقانون. ولكن الحمد لله كان سياسه واخذ الورد راح يخدم، ولكن خدمناه نظرا للحاله المعيشيه اللي كيعيشها داخل الاسره ديالو، المنظر والو، الاعانات والو، الدراري الصغار موجود. ولكن الحمد لله هضرنا مع الشركه واتفقنا معها ورجع العمل ديالو، فهو كيتقاضى الاجره ديالو ولله الحمد، حتى ولادو عايشين بحال ولادنا. هذا كل شيء من فضل الله عز وجل، ما كنقولوش من فضل ديالنا، هذا من فضل الله عز وجل هو اللي كيساعد هذه اليد العامله، لان العمال محبوبين عند الله عز وجل بلاك العمل ديالو. ولا ننسى اخواني الكرام انه مؤخرا وقعت بزاف ديال البلبله داخل القطاع، هذه ما كناش كنتمناوها ابدا، لان عمال ديال النظافه من نهار اللي بدينا وحنا موحدين تحت سقف واحد اللي هي الاتحاد المغربي للشغل هذه، ولكن اليوم هناك خلافات، نحن لا ندخل في الخلافات، نحن لا يهمنا من او كيف نهضروا داكشي اللي كيهمنا، داكشي اللي خصنا، ما غادي نجلدوا حتى واحد، وما غادي نجلدوا حتى نقابه، وما غادي نجلدوا حتى شي حاجه، اللي كيهمنا حنا هو ماذا تريد اليد العامله مستقبلا. Yeah.